اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. الموضوع اللي غادي نناقشوا اليوم مرتبط بما يعني روج مؤخرا بشان المال العام وعلاقته بالاحزاب السياسيه على ضوء التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات. لمناقشه هذا الموضوع هذا معنا الدكتور محمد امغار اللي هو عضو هيئه المحامين بالدار البيضاء. دكتور امغار اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا، شكرا على الدعوه وسعيد جدا بالتواجد معكم مع قناه انفاس. شكرا، نحن اسعد الدكتور امغار. اولا نبغوا نعرفوا ما العلاقه بين المال العام والاحزاب السياسيه على ضوء هذا التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات. كنظن ان الغالبيه كتعرف التحولات اللي عرفها المغرب بعد دستور 2011 والصلاحيات التي منحت لمجموعه من الهيئات الدستوريه من اجل مراقبه المال العام، سواء بالنسبه للمال العام بشكل مباشر او غير مباشر. تعرفوا في هذا الاطار بانه دستور 2011 في اطار مقتضيات الماده 147 اضاف للمجلس الاعلى للحسابات مجموعه من الصلاحيات، وبين هذه الصلاحيات الاضافه هو تدقيق حسابات الاحزاب. كنعرفوا ان قبل مساله تدقيق حسابات الاحزاب لم تكن مطروحه على مستوى في علاقتها بالمال العام، ولكن الان مع تحولات طبيعه الحال واللي عرفها القانون المغربي، واصبح باختصاص تدقيق حسابات الاحزاب السياسيه من اختصاص المجلس الاعلى للحسابات. وحتى على مستوى البنيه التنظيميه والاطار القانوني المنظم للاحزاب السياسيه، كنرجعوا الان للقانون التنظيمي للاحزاب السياسيه نفسه، اعطى مجموعه من القواعد اللي عندها علاقه بمراقبه ماليه الاحزاب. ومن بين هذه القواعد هو انه اصبحت الاحزاب ملزمه انها تحيل الميزانيه او الحساب السنوي على الزاميا على المجلس الاعلى للحسابات لكي يراقب ماليه الاحزاب. اذا هذه المراقبه عندها علاقه بماليه الاحزاب من جهه، وكذلك عندها علاقه بالماليه العامه، على اعتبار انه من اهم المصادر ديال تمويل الاحزاب السياسيه هو الدعم ديال الدوله، والدعم فيه مجموعه من سميتو من الانواع اللي يمكن نشروها من بعد. اذا هذا هو اللي اعطى الان ان الاحزاب السياسيه الان ملزمه في اطار المراقبه الشفافيه وفي اطار المحاسبه انها تراقب من طرف مؤسسه دستوريه اللي هي المجلس الاعلى للحسابات. نعم، على ضوء هذه المراقبه اثير مؤخرا هذه المساله ديال الدراسات، كيف يتسنى لحزب سياسي ما انه يقوم بالدراسه والجهه المكلفه بالدراسه هي نفسها اعضاء في الحزب. من بين الاشياء المتعلقه بالدعم العام والمال العام اللي عنده علاقه بالاحزاب السياسيه، كنوجدوا الدعم العادي في اطار التسيير اللي كيكون سنوي، وهناك الدعم اللي عنده علاقه بتمويل الحمله الانتخابيه، عندك علاقه دعم كذلك عنده علاقه بتمويل 50% تقريبا غالبا ولا موازي 50% من الدعم اللي كيتمنح سنوي في مقاس التسيير، اللي عنده علاقه بتنظيم المؤتمرات العادي مره في 4 سنوات، وهناك دعم اخر اللي عنده علاقه بربما تمكين الاحزاب من القيام بالدور ديالها الحقيقي من حيث البنيه سميتو من حيث التنظيم الحزبي والتنظيم السياسي، بمعنى انه الدوله كتعطي للاحزاب تمويلات اللي عندها علاقه بهذا القيام بهذه الدراسه باش يمكن انه يطوروا ويفعلوا ربما النجاعه ولا ربما العقلانيه فيما يخص التدبير الحزبي. ولكن اذا في هذه الحاله انه الحزب اللي كيحصل على دعم مالي من المفروض ان تكون اوجه الصرف مطابقه للقوانين والانظمه الجاري بها العمل، سواء على مستوى طريقات المحاسبه محدده من خلال المراسم المحدده من طرف وزاره الداخليه، او كذلك تكون مطابقه للقوانين المنظمه لعمليه الصرف ما يسمى بالقانون المحاسبي. اذا المساله هنايا كتعلق، ربما السؤال ما مطروحش اول مره، لان الا رجعنا للتقارير التي اللي عدها المجلس الاعلى للحسابات منذ 2012 ولا 2013 تقريبا، الان بعد ما دخل القانون التنظيمي المنظم للاحزاب حيز التنفيذ، كنوجدوا دائما انه سنويا المجلس الاعلى للحسابات كيتوصل من طبيعه الحال بالتقارير الماليه ديال الاحزاب وكيعطي الملاحظات ديالو القانونيه. اذا كان هناك خرق غالبا او ربما عدم فهم، لان كطرح اشكاليات اكبر هو عدم فهم، لان المسائل من هذا النوع ربما حديثه، وغالبا الاحزاب ما تكونش عندها اطور، غالبيه الاحزاب ما تكونش عندها اطور
ملمه بالمساله الضبط الماليه العموميه ومساله المحاسبيه، فغالبا كيوقعوا في اخطاء معينه، واللي غالبا مجلس اهل الحسابات كيعطيو ملاحظات داخل اجل انا مفروض ان مصلحه داخل اجل 30 يوم مع ترتيب الجزاء القانونيه. اذا المساله ديال ان الحزب عندما يقوم باجراء معين ماشي بالضروره انه كنهضرنا بشكل عام يعني من خلال القراءه المجموعه من التقارير اللي توضعت من طرف المجلس للحسابات على مدار 10 سنوات الان، انه غالبا تكون هذا الاشكال ديال انه غياب الاطر داخل الاحزاب، وهناك الضغط كذلك ديال عدم الفهم القوانين المنظمه لعمليه التدبير المالي، لان المجلس للحسابات يراقب الصرف اوجه الصرف على مستوى كل الانظمه والقوانين والانظمه، بمعنى انه اذا كان غير خرق مثلا عنده علاقه بالطريقه ديال 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 الصرف راه ممكن يعطي ملاحظه. مثلا بين الملاحظه اللي يمكن نشير لها انه اذا كان مع اداء ومبلغ معين كيتجاوز 10000 درهم نقدا يشكل خرق قانوني، لان من المفروض انه القانون كينص على ان كل الاداءات اللي كتجاوز 10000 درهم المفروض ان يكون الاداء بالشيك، ان تكون بالشيك. مثلا الفاتوره اللي كيحصل عليها الحزب في عمليه معينه خاص المفروض تكون فاتوره مطابقه للقوانين اللي عندها علاقه بالقانون الضريبي ولا عندها علاقه بالقانون التجاري. اذا هذا الخرق من هذا النوع كيمكن غالبا انه تروج مجموعه من اوجه الصرف معينه، ولا كيمكن تعطي ملاحظات باش يمكن انها تصلح. اذا في هذه الحاله كتلقى بانه كاين هذا الاشكال ديال انه الان في طار بناء ما يسمى بمفاهيم ديال الدوره الانتقال. لكن ملي كنتكلموا على اساس انه هذه الاحزاب ما عندهاش اطر محاسباتيه بين قوسين، هذا اطر او هذه الاحزاب اللي المفروض انها غدا ولا بغدا تراس حكومه، يعني عندها واحد رصيد ديال الاطر اللي تسير به الشان العام. اكيد ان احنا كنتحدثوا الان بشكل عام، لان المشكل الحقيقي الان والسؤال الاكبر هو انه واش بالفعل الاحزاب السياسيه تقوم بالمهام المكوله لها دستوريا وفي اطار قانون تنظيمي للاحزاب. التأطير. هل بالفعل انها تقوم بالتأطير؟ هل بالفعل لها برنامج معين تسعى الى الوصول اليه؟ هل هناك اطر عليا في مختلف التخصصات اللي يمكن انها تساعد الحزب انها توجد برنامج لصفه الحزب؟ لان الحزب سواء كان في الاغلبيه ولا في المعارضه فهو يمارس السلطه. يمارس الى حد بشكل مباشر او غير مباشر مجموعه من الاجراءات اللي عندها علاقه بالتنظيم وسميتي المفهوم ديال الشان العام، سواء في اطار الدوله، سواء في اطار الجامعه الترابيه، سواء في المؤسسه العموميه، سواء في القطاع الخاص. اذا الاصل هو انه الحزب المفروض ان يكون له اطر عليا في جميع القطاعات، ولكن ملي كنجيو للواقع الحزبي كنعرف الواقع الحزبي ديالنا الان كيفاش داير، وحتى المساله ديال انه البرامج اللي يمكن انه تعتمد عليها من خلال اطر الحزب انها نقدر نقولوا ضعيفه الى حد ما. هذه المساله ديال تمويل الاحزاب فيما يخص الدراسات كيطرح جوج ديال الاشكالات، الاشكال الاول الاثر ديال هذه الدراسات، شنو الاثر ديالهم وكيف يتم اختيار الموضوعات ديالهم، وفي نفس الوقت ايضا الجهه اللي قامت بالدراسه. الاثر احيانا كنلقاو بان مواضيع لا علاقه لها بالشان الوطني، وايضا الجهه كتلقى جهه مقربه للحزب او لا اعضاء قياديين داخل الحزب، واش هذا ما كي لا يطعن في قيمه هذا الاستحقاق ديال المال العام؟ اكيد الاشكال الاول هو انه ربما قد يرى البعض بان المهام ديال المجلس للحساب ينبغي ان تتجاوز المشروعيه الى مبدا الملائمه. نعم. وهناك يطرح اشكال ديال فهم النص القانوني. عندما يعني تحدث عن الدراسات التي يقوم بها من اجل الوصول الى التحليل او لا الوصول الى وضع ارضيه معينه اللي عندها علاقه بالجانب الحزبي والسياسي، هنا كيجي مفاهيم. يعني ما المقصود اصلا بهذه الدراسات؟ هل المسألة عندها علاقة بالبنية التنظيمية للحزب وطريقة التدبير ديالو، أم وضع أرضية اللي عندها علاقة بقراءة في السياسات العامة؟ إذا حتى نص القانون نفسه راه باقي فاق، باقي غامض في هذه النقطة. النقطة الثانية كما قلتي أنه من المفروض أنه الحزب له أطر، وكطرح إشكالية ديال المادة. هنا المفروض أنه النص يكون واضح. إذا كان النص له علاقه بتمويل العمليه بغض النظر عن الشخص اللي غادي يقوم بها، يعني حتى الاطر ديال الحزب نفسه المفروض انه يحصلوا على مقابل، خص يكون سميتو النص يكون واضح في هذه النقطه هذه، ام ان الامر يتعلق بخبراء خارج الحزب كدير فيها غموض بالنسبه للنص. هنا تنجيو ديك الساعه في اطار التوضيح بعد من خلال الممارسه الان، من خلال الاجتهاد اللي يمكن يقوم به لا بالنسبه للمجلس الاعلى للحسابات لا بالنسبه للاحزاب باش نوصلوا الى الهدف. النقطه الثانيه اللي اشرتي لها هو انه بالفعل خص تكون هناك مراقبه فيما يخص مدى جديه نعم القيام هذا هو المصطلح بالدراسات خصوص يعني اختيار المواضيع. بمعنى انه حزب
عندما يطالب القيام بدراسة معينة لها علاقة بالتنظيم مثلا ولا عندها علاقة بالجانب السياسي ولا شيء، المفروض انه يكون جاد فعلا. لان في الاخر ان خصنا نشوفوا الدراسة والاثار ديالها، الاثار ديالها على مستوى المجتمع وعلى مستوى الحزب نفسه. والان ما يمكنش انا من قبل مثلا الحزب يقول لك لا بالنسبه خدينا هذا العمل هذا وقلنا به مسائل داخليه، راه ماشي ما عندهاش علاقه بالسريه فعلا. الامر عنده علاقه بالتنظيم وتجويد العمل الحزبي، لان بتجويد العمل الحزبي بطبيعه الحال وتجويد التاطير الحزبي غتجود العمل ديال تدبير الشان العام. قد ما كانت قد ما كانوا الاحزاب مستوى معين ولا هم اطور ولا هم قدره على وضع البدائل فيما يخص السياسات العامه، الاكيد ان غيكون المستوى ديال الحياه السياسيه في المغرب جيد. قد ما كانت هناك نوع من ربما الصوريه بين قوسين ولا عشوائيه، اكيد ان الامر لن سميتو لن يتطور حتى بوجود المال العام. اذا صرف المال العام المفروض ان تكون له في الاخير هو نوع من تطوير العمل الحزبي ونوع من الجديه فيما يخص التعامل مع الحياه السياسيه والحياه الاقتصاديه والثقافيه وغيرها. رجع بك استاذ الدكتور عمغار، هو انه المساله ديال الدعم ديال الاحزاب من قبل الدوله، الملاحظ هو انه هذا الدعم اللي كتاخذ الاحزاب لا يمثل شيئا في ضمن الحمله الانتخابيه ككل. يعني عمليا كنلقاو بان واحد اكس ديال الاموال كتعطى الحزب، ولكن واقعيا كيصرف اضعاف مضاعفه. اين هو المجلس على الحسابات في المراقبه ديال الامور اللي ما عطاهاش في المال العام اللي ما خرج؟ كنمشيو الان سميتو التمويل ديال الحملات الانتخابيه، لان هناك دعم اللي عنده علاقه بالتسيير وعندك دعم اللي عنده علاقه بالدراسه الثانويه. الان تمويل العمليه الانتخابيه، تمويل العمليه الانتخابيه كيتمنح بناء في اطار القانون التنظيمي للاحزاب ولا في اطار القوانين المنظمه للحملات الانتخابيه اللي غالبا كتجي مع الحملات الانتخابيه، وما تدخل في معايير نقدروا نقولوا موضوعيه. ولكن موضوعيه ماشي بمعناها المطلق، لان غالبا كتاخذ بعين الاعتبار تواجد الحزب داخل البرلمان داخل مجلس النواب بالدرجه الاولى. تنعرفوا باولا بعدا نص القانون كيشطر شروط معينه، المفروض ان الحزب يكون مشارك في الانتخابات، المفروض ان الحزب يغطي على الاقل 1% او يحصل على 1% من الاصوات المعبره عنها بالنسبه للدوائر المحليه، المفروض ان الحزب انه يرشح على راس اللوائح على الاقل 3 من الشباب بالنسبه للوائح المحليه اقل من 40 سنه، خاص الحزب على الاقل تكون عنده امراه مرشحه على مستوى لائحه معينه على المستوى الجهوي. اذا ملي كتوفر هذه الشروط يكون هناك واحد دعم جزافي بالنسبه لجميع الاحزاب. هنا كنجيو للدعم الثاني، هو اللي عنده علاقه بعدد الاحزاب بالنسبه لعدد الاصوات المحصل عليها وعدد المقاعد المحصل عليها. قد ما كان الحزب حصل على اكبر عدد ممكن من المقاعد واكبر عدد ممكن من الاصوات، بطبيعه الحال المبلغ ديال الدعم ديالو كيرتفع. هنا الا درنا تحليل للقراءه في المجلس التقارير المجلس الاعلى للحسابات فيما يخص هذه المسائل اللي عندها علاقه بالدعم المالي للاحزاب، كنلقاو بانه المعدل ديال التمويل بالنسبه للدعم بمعنى العام كيشكل 70%. كاين احزاب صوتوا الاحزاب اللي ربما صغرى كيشكل حتى 90% 75 80% من المدخول السنوي او الميزانيه السنويه. قلت انه هناك الدعم بطبيعه الحال اللي كيختلف باختلاف الاحزاب، اللي كيمكن يوصل بعض الاحزاب حتى ل 75 كيشكل 75 ولا 70 ولا اكثر من 80% من الميزانيه، وهناك احزاب اللي كتجاوز 55%. المسألة اللي تطرح الآن هو مسألة التمويل ديال الحملة الانتخابية. نعم. ملي كيجيو النص القانون كنلقاو بأنه على مستوى الانخراط كيحدد سميتو واجبات الانخراط بالنسبة للمناضلين الحزب، ولكن عطى السقف بالنسبة للهبة والوصايا يمكن يعطيها المناضلين الحزب. نعم. اللي ما خصهاش تتجاوز 600,000 درهم سنويا. بمعنى أي مناضل ولا أي شخص بغى يدعم حزب معين ما خصوش يتجاوز السقف ديال 600,000 درهم سنويا. اذا تجاوز بمعنى ان راه كيشكل واحد المخالفه للقوانين المنظم للتمويل ديال الاحزاب سمعتي والقانون التنظيمي للاحزاب. هنا كطرح اشكال اللي طرحت اشكاليه هو انه بعض الجهات اللي كيمكن انها تمول بطريقه ربما انورم بالنسبه للحزب هذا كيشكل خرق قانوني. علاش؟ لان المفروض ان يكون هناك تمويل في اطار القانون، وكان المفروض انه كذلك ان يكون التمويل في اطار القوانين، يعني مصدر ديال الاموال في حد ذاتها. لان عندها علاقه بقوانين اخرى اللي عندها علاقه بمصدر الاموال والتبييض وغيرها من سميتين. طبعا اكيد كنت تخوف من لازم المساله ديال التبييض. بطبيعه الحال اكيد 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 اكيد، لان اخطر شيء
بالنسبة في الحياة السياسية ومصداقية الحياة السياسية هو دخول المال الحرام إلى العملية الانتخابية. شو مخاطر ديال هاد؟ أكيد أنه الأشخاص اللي غيوصلوا للسلطة ولا المؤسسة التشريعية الأشخاص اللي ما عندهمش ضمير وما عندهمش سميتين مبادئ معينة اللي يمكن كيشكلوا خطورة على الحياة السياسية والديمقراطية نفسها. وربما سيد موني كتعرف التجربة ديال أمريكا اللاتينية في الخطورة ديالها. إذا أخطر شيء هو أنه يتم ولوج المؤسسات السياسية والمؤسسة الديمقراطية من أصحاب سميتي اللي يمكن أنهم عندهم شبهة ديال المال الحرام أو المال. وهناك يبقى الدور إذا حتى ديال الأحزاب في تطهير صفوفها. أكيد الدور ديال الأحزاب والمراقبة أيضا الدائمة. من بين الأشياء الملزم أن الحزب يقوم به في إطار القانون التنظيم نفسه هو أنه يقدم أشخاص اللي في الكفاءة والمصداقية، والشخص اللي يمكن أنه يقدم شيء معين للحياة السياسية والدولة والمجتمع نفسه. أنه ما يمكنش يقدم شخص معين بدليل أن حتى في القوانين الانتخابية أنك تشترط شروط معينة، الشخص ذوي الصوابق وغير ما لا يحق له أن بناء على هذه النقطة أنه أشخاص اللي عنده علاقة بالصوابق لا يحق له أن يتولي تدبير الشأن العام. إذا المصداقية والنزاهة مهمة جدا فيما يخص التباري السياسي. إذا كانت هناك مصداقية والنزاهة كان وصلوا إلى أطور قادرين أنهم يحققوا المصلحة العامة. أما إذا لم تكن هناك النزاهة والمصداقية الأكيد أن الأطور التي ستصل ستسعى إلى المصلحة الخاصة. فرق ما بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وأيضا كيكون تحقيق ديال المصالح اللوبيات معينة. أكيد 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 أكيد. إذا هي علاقة جدلية، علاقة جدلية ما بين النصوص القانونية والممارسة. هنا كان من طبيعة الحال التمويل ينبغي أن يكون بشكل عقلاني بهدف الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة وتحقيق البرامج ديال الحزبية وبرامج السياسية للأحزاب في إطار المبادئ العامة المتفق عليها وما يسمى المشترك القانوني والحقوقي والسياسي للمغرب. كتبقى بطبيعة الحال المصلحة العامة كما قلت هي المبتغى ديال هذه الأحزاب والسيرورة ديالها. دكتور محمد أمغار كنت معنا وأنت عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا على الدعوة. شكرا وإلى اللقاء في برنامج آخر.